شوفوا 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 من لقيت. واضح ها؟ شايفين؟ ايوه ايوه سلمان. انا بدري بس شو قاعد تسوي؟ انا لازم ادري ايش قاعد تسوي. شوف شوف اوكي قاعد ينقي. يا حسبني بخليه. تحسب بخليك؟ ايش جابك؟ تخفيضات توزيعات. اسمع انت حق لي دام جاي انا داني عندهم توزيعات عندهم صواني حق العيد. اي عندهم الصواني وعندهم الاشياء المرتبه شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا عليها خصم؟ هذه لا والله ما عليها خصم، عليهم خصومات. عندك زي هذه، هذه عليها خصم. ايوه وهذه سعرها قبل وبعد. عندك 773 بعد خصم 695. ما شاء الله تبارك الله. وهذه بعد توزيعات. وهذه كمان برضو عليها خصم، كانت سعرها 395 صارت 296. 296 ريال شايفين؟ تقدر تطلعها؟ ايه شو حبات كذا بوكسات صغيره جميله صراحه. هذه توزيعات طبعا. وش في بعد؟ في برضو توزيعات. هذه توزيعات. ايوه ما شاء الله تبارك الله. شوكليت شوكليت شايفين؟ هذه كلها توزيعات. كلها توزيعات برضو عليها عرض. انتم عشان كذا جاكم سلمان اليوم. ها؟ بيبقى الشوكليت بعد. وين وين ابغى صواني الشوكليت حقت العيد؟ ايوه ما شاء الله كمان عليها عرض. هذه عليها عرض بعد؟ كانت 444 صارت 399. 399 وش بعد برضو في اشياء ثانيه؟ كمان اللي هو هدول البوكسات هدول الصواني عفوا كانت 224 222 صارت 199. هذه ب 199 ريال. شوفوا اللي يحب النوع من الصواني هذه شوفوا كانت 773 الان 695 ريال. طبعا تجي دورين ما شاء الله دورين ما شاء الله تبارك الله. وهذه هذه الصينيه هذه مرتبه صراحه ما شاء الله تبارك الله. ايش بعد؟ في السيلفر من هذه كمان كانت 222 صارت 199. وهذه ب 199 مرتبه مره مرتبه. هذه كريستال كريستال شايفين؟ جميلة والله مرة جميلة. كيف البوكس سلمان عندك؟ شايف؟ ايوه هذا الشغل مرتب ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا بوكس العيد ها؟ ايوه شايفين مكتوب عليه؟ عيد سعيد. طبعا فيه اللون هذا فيه اللون هذا وفيه اللون الثاني هذا برضه ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي هو بوكس العيد ها؟ ايوه كيف؟ صح؟ انت انا عجبني هذا بعد. وريني وريني دقيقه قفله 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 مره عجبني ذا صراحه. شوف برضه هنا في البوكسات هذه صراحه مرتبه جميله مره جميله. هذه البوكسات مفروض انك قايل لي عنها صراحه والله جميله. هذه في احجام بعد منها شايفين؟ هذا الصغير وسط واللارج وهذا الثاني بعد. شوف شنطه ورني الله والله جميل والله جميل ما شاء الله تبارك الله. انا عجبني بعد هذا شوف شايف انت رايح تشوف سلمان حست ابو البوكس حقهم هذا الابيض ها ما شاء الله تبارك الله. ونفسه خليني اشوف من ورا ما شاء الله تبارك الله صراحه فخم بوكس هذا. انت لعبت في الشوكت حقهم اليوم بس؟ لا والله حلو صح مرتب فخم يسعد. تعطيه هدايا صدق هدايا هذه
هذا نفسه ولكن حجم. يا حبيبي هذا هذا الكلام هنا ال... والله العظيم ما شاء الله تبارك الله. سمع تدري ان هذا شوف اني وداني تدري من قبل ما ما تولد انت من 1998 وقال لك المولد 98 لا مولد والله مولد 2000 هنا هذه البوكسات شوفوا كيف في منها بوكسات المكمل هذه بيجي منها دورين يا سلام في منها اربع الوان اربع الوان اربع الوان الكحلي والبني والاحمر والزيتي والاسود اوكي طيب انا عندي سؤال هذه كلها نفس الحجم نفس الحجم كلها نفس الحجم والشوكليت اللي جوا كلها نفس الشيء نفس الشيء نفس الشوكليت نفس الشوكليت ونفس الفخامه تمام يا حبيبي طبعا يجي معها اللي هو الريبن صح ايوه تسكرها شوي بس ايوه بس معليش والله يا حلوه التصوير ظالمها بشكل مو طبيعي ولا لا بالله التصوير مو ظالمها شوف الالوان بس الخامه صح شو اسمها كنتارا وانا اسمها مخمل سياره يعني ايه. انا سيارتي صارت كذا اسمها كنتارا شوف كيف طالعه فخمه يعني داني خرافيه والله ما شاء الله تبارك الله بوكسات جباره صراحه هنا في قسم الكيك حبيبي انت قاعد تمشي بالبوكس ذا اي لان عرض في عرض عندنا هذا ايه؟ لا تاخذ هذا ايوه شوكليت ولا هذه يعني تاخذ الشوكولاته ولا كيكه الفانيلا ايه يجي معها هذه والله ولا اللون انا ما اخذ هذه لان هذا اللون شايفين هذه الكيكه ولا هذه ويجي معها البوكس هذا البوكس هذا صح ايه. ولا لا صحيح العرض كان 279 بيرجع بعد خصم 251 ما شاء الله تبارك الله طبعا في شوفوا شايفين انواع الكيك طبعا سنيكرز هذه عندهم مكسر الدنيا من زمان ما شاء الله تبارك الله وهذه برضو ما شاء الله تبارك الله شوف الحين بس ابغى مر بس على الثلاجات عشان تشوفون شو الاشياء الموجوده عندهم ما شاء الله تبارك الله هذا ترفل هنا برضو شايفين هذه التعبئه في انواع جديده موجوده عندهم تشيز كيك و تشيز كيك وسويت وكريب وما شاء الله تبارك الله وهذه البوكسات حقت ايش هاي بوكسات تعبئه تعبئه فقط شوفوا تعبئه وطالع بوكسات فخمه هذه تعبئه بس صراحه ما شاء الله تبارك الله طبعا جيت البيت قلت عشان اتكلم واخذ راحتي في الكلام معكم واشرح لكم عن التطبيق 100% طبعا تطبيق اني وداني فيه ميزه التوصيل مجانا هذا واحد الشيء الثاني شوفوا تدخل التطبيق بالطريقه هذه في البانر اللي فوق مكتوب رمضان تضغط على رمضان تطلع لك منتجات رمضان كلها شايفين بعدين تروح تضغط مره ثانيه اللي هو بانر حق العيد يطلع لك كل منتجات العيد فيه طبعا ترى كيكات العيد برضو شايفين هنا عيد الفطر ترى كيكات العيد تتوفر يوم الأحد في جميع فروع آني وداني صراحة مبدعين العيد هذا